نستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. شان ربي يستر، شان تكون على جانب الدولة مش الأشخاص، أهم حاجة ربي يستر تونس. بطبيعة الحال تونس اليوم ما تعيش عرس انتخابي بامتياز. اليوم أنا صوت لصالح الدولة التونسية، صوت لمن يتميز بالصدق والإخلاص والوفاء لشهداء من منذ معركة التحرر الوطني إلى شهداء من الثورة. انتخبت وصوت في اختيار عن قناعة للرجل اللي رأى فيه مواصفات ليفهم مفهوم الدولة وتعقيدات الدولة، وقادر أن يجمع التوانسة حول خيار مشروع وطني معناها بامتياز. الإنسان اللي قادر يكون عادل ومنصف بين أبناء شعبه، بطبيعة الحال اللي ينبغ الجهوية، بعيد على الإنسان اللي ينبغ التفرقة في الناس، بعيد عن بالعيط بلغتنا العامية، بعيد على الكلام المنمق وكذلك على الكلام الإنشائي. فهمني اليوم تونس في منعرج، واليوم ثم فرصة فهمني باش نبنوا الوطن نتاعنا مع بعضنا. اليوم الناس الكل يلزمها تجي تعبر وعلى خياراتها بإرادة وطنية صرفة باستقلالية، ونسمعوا في بعض الدعايات هو فلوس هو منه، ولكن عندي ثقة في هذا الشعب الأبي أنه مش يقول المحسن أحسنت ولا المسيء أسأت.